السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناتي. اليوم إن شاء الله سأقدم لكم ماسك أو وصفة من أحسن وأنجح الوصفات لعلاج جميع مشاكل البشرة. بالنسبة لهذا الماسك يقوم بترطيب وتبييض وتفتيح لون البشرة، يشد البشرة، يعالج التجاعيد بشكل رائع جدا. إذا كانت هناك رؤوس سوداء أيضا سوف تختفي إن شاء الله مع هذا الماسك. أيضا هذه الوصفة تعمل على إزالة الشعر الرقيق جدا الناعم إذا كان موجود في الوجه، خاصة إذا اتبعنا الخطوات خطوة بخطوة. بالنسبة للمكون الرئيسي في هذه الوصفة هو البيض. سنحتاج إلى بيضة كاملة، ستكون هناك مرحلتين. المرحلة الأولى سنحتاج فيها إلى بياض البيض، والمرحلة الثانية ستكون باستعمال صفار البيض، يعني خطوتين مع بعض نقوم بعملها للبشرة، تصفي الوجه بشكل جميل جدا. نستعمل هذا الماسك مرة أو مرتين في الأسبوع، ستلاحظون النتيجة من أول استعمال إن شاء الله، يصلح تقريبا لجميع أنواع البشرة. نبدأ مباشرة في عمل الخطوتين. قبل ذلك دائما أتمنى منكم تشجيعا لي لايك وشير للفيديو حتى يستفيد أكبر عدد من الناس. أيضا أتمنى من الزوار الجدد الاشتراك في القناة، ولا تنسوا تفعيل الجرس حتى تصلكم جميع وصفاتي، وأكيد أنتظر آراءكم وتعليقاتكم الجميلة. نبدأ في عمل الوصفة. أول شيء نقوم بفصل الصفار عن البياض. نحتاج في البداية قلت إلى البياض، وفي المرحلة الثانية نحتاج إلى الصفار. نحتفظ بالصفار ونبدأ بالبياض في المرحلة الأولى. نحتاج أول شيء إلى بياض بيضة، ثم نضيف له المكون الثاني وهو النسكافيه، ملعقة من القهوة سريعة الذوبان. بالنسبة للماسك الأول يقوم بشد البشرة، يزيل الرؤوس السوداء والشعر الرقيق إذا كان موجود في الوجه. نضيف تقريبا ملعقة متوسطة من القهوة سريعة الذوبان أو النسكافيه. نخلط حتى تذوب قهوة مع بياض البيض. نحاول الاستمرار في الخلط جيدا حتى تذوب القهوة، ثم نطبق هذا الماسك على البشرة بالطريقة التي سترونها أمامكم. أول شيء نقوم بتنظيف الوجه جيدا، من الأحسن نغسله بالماء الدافئ، وبعدها نجفف البشرة جيدا ونضع طبقة نأخذ طبقة من الماسك ونوزعها على البشرة بهذا الشكل. حاولوا أنكم تستمروا في الخلط حتى تذوب الحبيبات جيدا، وبعدها نقوم بأخذ ورق الطبخ العادي
قطعة من المناديل الورقية بهذا الشكل ونضعها فوق الماسك، ونعيد وضع طبقة أخرى على كامل الوجه بهذه الطريقة، نوزعها على كامل الوجه. ثم نترك هذا الماسك على البشرة حتى يجف تماما، يعني يجف بالكامل تقريبا مدة نصف ساعة. بعد ما يجف نقوم بإزالة الورق بعد ما يجف بهذا الشكل من الأسفل إلى الأعلى بحذر بهذه الطريقة، ثم نقوم بغسل الوجه جيدا بالماء الدافئ وبعدها بالماء البارد، نجفف البشرة جيدا، وبعدها نأتي إلى المرحلة الثانية، مرحلة عمل الماسك الثاني. بالنسبة للمرحلة الثانية سنحتاج فيها إلى صفار البيض، نخلط جيدا صفار البيض، ثم نضيف المكون الآخر. بالنسبة لهذا المكون هو اختياري، ولكن من الأحسن إذا توفر نستعمله، وهو عسل النحل. نضيف تقريبا مقدار نصف ملعقة صغيرة من عسل النحل، إذا لم يتوفر ممكن الاستغناء عنه، ونحاول إذابته في صفار البيض أول شيء. ثم نضيف المكون الآخر وهو الحليب الباودر أو حليب بودرة أو حليب نيدو كما يسمى، حليب بودرة. نضيف مقدار ملعقة صغيرة من الحليب البودرة، ونجمع المكونات حتى نتحصل على خليط كريمي أو ماسك. نستمر لدقائق حتى يذوب الحليب مع صفار البيض. بهذا الشكل. بعد المرحلة الأولى وبعد تجفيف البشرة جيدا نقوم بعمل هذا الماسك، وأكيد بعد هذا الماسك سأقوم بإخباركم بمرطب أيضا رائع جدا للبشرة. نضع طبقة من هذا الماسك على الوجه من الأسفل إلى الأعلى، ممكن أيضا أننا نستعمله للرقبة. نترك هذا الماسك على البشرة حتى يجف تماما تقريبا مدة 25 دقيقة إلى نصف ساعة، وبعدها نقوم بغسله جيدا بالماء الدافئ وبعدها بالماء البارد، ونرش تونر ماء الورد يكون مثلج أو بارد يكون في الثلاجة. بعد مرحلة هذا الماسك نأتي إلى مرحلة الترطيب. بالنسبة للماسك قلت نستعمله من مرة إلى مرتين في الأسبوع، أما المرطب والذي دائما أنصح به وهو زيت جوز الهند، نأخذ كمية من زيت جوز الهند، نضيف لها كمية من جل الصبار تقريبا بكميات متساوية بهذا الشكل. نأخذ كمية ونخلط مع جل الصبار، ونتحصل على زيت مرطب أو كريم مرطب ليلي، نستعمله في الليل يوميا حتى يعني نتحصل على النتيجة المطلوبة. دائما أنصح باستعماله خاصة بما أننا في فصل الشتاء، وفي الصباح نقوم بغسل الوجه جيدا.
جربوا هذه الوصفة وإن شاء الله النتيجة ستعجبكم.